هذا البرنامج برعاية طيران الإمارات. السلام عليكم من قناة شبيبة. موجز عمان اليوم وإليكم أبرز العناوين. أكد وكيل وزارة النفط والغاز سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي استمرار التوظيف بقطاع النفط والغاز، مضيفا أن قضية تسريح شركات النفط للموظفين العمانيين تم تضخيمها، وأن الوزارة عملت خلال العام الفائت على إعادة إحلال 3700 من الموظفين العاملين في القطاع. نبهت وزارة الزراعة والثروة السمكية مرتادي شاطئ القرم حول انتشار عدد كبير من قناديل البحر، بعضها سام ويسبب أعراضا حادة، داعية لأخذ الحيطة والحذر وعدم السباحة في الأماكن التي تنتشر فيها قناديل البحر. أسندت لعدد من المقاولين أعمال مشروع ترميم وتأهيل 60 منزلا لأسر الضمان الاجتماعي بولاية الصور، والذي يأتي بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. بدأ اليوم موسم صيد ثروة الشارخة في مياه السلطنة للعام الجاري في سواحل محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية. ألقي القبض على مواطن بتهمة الإيذاء البليغ والتهديد بالقتل والسرقة بالإكراه بعد دخول منزل المجني عليها والاعتداء عليها بالضرب وتهديدها بالقتل وسرقة مبالغ مالية وهواتف بمساعدة عاملة المنزل. نبقى الآن مع النشر الجوي المتوقع ومواقيت الصلاة ليوم الغد. هذه كانت أبرز العناوين لهذا اليوم. للمزيد من التفاصيل زورونا على شبيبة.com. إلى اللقاء.